السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناتكم شيوات الأخوات في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي، وتكونوا في صحة جيدة ونكونوا خفاف ظرف على قلوبكم. عافاكم إلى أول مرة كتشاهدوا معنا القناة، اشتركوا معنا بالضغط على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا من طبيعة الحال، وما تبخلوش علينا من اللايكات ديالكم باش نستمروا أننا نشاركوا معكم المزيد من الوصفات إن شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشاركوا معكم طريقة تحضير أملو منزلي صحي 100% وأرخص من اللي كيتباع في الزنقة طبيعة الحال. وغادي نبداو بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد. المكونات المقادير اللي غادي نحتاجوهم غادي نخليهم لكم كيف العادة في صندوق الوصف مكتوبين. هنا عندنا يعني واحد الكمية ديال 200 غرام ديال اللوز اللي سبق لينا غسلناه ونشفناه مزيان، وغادي ندوزو باش غادي نحمروه في القلاية الهوائية أو في الفرن. غادي نحمروا هذاك اللوز ديالنا حتى يتغير اللون ديالو بني، حتى يرجع لينا قهوي من الداخل. ملي كنفتحوا اللوزه من الداخل كنلقاو اللون ديالها تغير، واخا هنا في الفيديو ما باينش اللون واضح مع الاضاءه وداك الشيء، ما باينش اللون ديال اللوزه مزيان. وكذلك حنايا غادي نستعملوه، غادي نضيفوا فيه زيت ارغان اللي كان متوفر عندنا. اللي ما متوفرش عنده زيت ارغان يقدر يديرو بزيت السمسم ولا بشي زيت نتاع شي هكا فاكهه، يعني فواكه جافه، ما يديرش زيت. مثلا ما ننصحكمش ديروا زيت الزيتون، ما كيجيش كتبقى هذيك النكهه ديالو يعني باينه. من الاحسن بشي زيت السمسم ولا هكا الا كان متوفر عندكم زيت ارغان يكون احسن. هنا بعد ما حمرنا اللوز ديالنا كيف شاهدتوا قبل، غادي نضيفوا له واحد الرشيشه ديال الملحه. حنا ضفنا واحد الرشيشه من ملح الهيمالايا، تقدروا تضيفوا الملحه العاديه اللي متوفره عندكم. وغادي ندوزوا مباشره، واخا اللوز ديالنا باقي سخون ماشي ضروري اننا نستناوه حتى يبرد باش غادي نطحنوه. ضروري تكون الطحانه مزيانه، الطحانه ديالكم نوعيه جيده، يعني باش كتطحن لينا هذاك اللوز مزيان حتى كيبقى يطلق هذاك الزيت ديالو. هنا غادي نبداو كنطحنو، ومن بعد غادي نفتحو عليها وعاد غادي نشوفو التعليقه. يعني اللوز ديالنا بدا كيطلق هذاك الزيت ديالو. غادي نضيفو له هنايا كيف سبقت قلت لكم زيت ارغان، غنبقاو نضيفو تدريجيا حتى نتحصلو على هذاك القوام اللي بغينا. هنا ها كيف كما كتشوفوا راه بدا كيتعلق، بدا كيطلق هذاك الزيت. غادي نضيفوا تقريبا واحد 6 ديال المعالق كبار من زيت ارغان. هاد القريعه فيها نص يطرو، ما غاديش نديروها كامله، غنديروا تقريبا غير واحد 6 ديال المعالق. غادي نضيفوا واحد الكميه تدريجيا، ومن بعد عاود غادي نبقاو نضيفوا حتى نتحصلوا كيف سبقت قلت لكم على هذاك القوام اللي بغينا. والعسل كذلك، الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه. غادي نضيفو جوج معالق كبار من العسل، الا كانت حره يكون احسن، ولا تكون العسل هكا من نوعيه جيده. الحلاوه كيف سبقت قلت لكم كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد، كيجي رائع البنات. منزلي كيف سبقت قلت لكم صحي، كتعرفوا شنو دايرين فيه، تقدروا تحضروا غير هذيك الكميه اللي غتستهلكوها في واحد المده يعني معينه، ومن بعد بنادم يقدر يرجع يحضر عاود كميه اخرى. يعني ما فيش شي صعوبات للتحضير، دغيا كيتحضر الا كانوا متوفرين عندكم هكا المقادير. وكيجي بنين بزاف دابا للشهر المبارك الكريم، مع مليويات، مع بغرير، مع طريف ديال الخبز. هنايا كيف ما كتشاهدوا راه حنا ضفنا عاود واحد زوج معالق كبار ديال زيت ارغان، وصافي هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه بعد ما ضفنا هذوك في المجموع 6 ديال المعالق كبار ديال زيت ارغان وجوج معالق كبار من العسل. قريعه مازال باقي لنا فيها، هذه قلت لكم فيها نص يطرو، استهلكناها كدوك المعالق وصافي. وهذا هو القوام ديالو، جا رائع البنات، بنين بزاف، فعلا يستحق انكم تجربوه. نتمنى من القلب تعجبكم هذه الطريقه اللي شاركنا معكم لتحضير
أملو منزلي صحي 100% وأرخص بزاف من اللي كيتباع برا في السوق. فوصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.